مساء الخير متابعينا اينما كنتم. الاحوال الجويه متوقعه خلال 24 ساعه القادمه. هذه الليله تتراجع درجات الحراره في اغلب المناطق ويسود طقس بارد في مختلف مناطق المملكه ورطب بعض الشيء. تصبح درجات الحراره متدنيه بشكل يجعل الطقس شديد البروده في بعض مناطق الباديه والسهول الشرقيه وجبال الشراء، ولا يستبعد هناك تشكل الصقيع في بعض من المساحات الزراعيه المختلفه المنتشره في تلك المناطق. نهار يوم غد يتوقع ان يكون الطقس بوجه عام اكثر استقرارا مع ظهور الكميات من السحب على ارتفاعات مختلفه، ويحتمل هطول زخات خفيفه من الامطار في المنطقه الشماليه من المملكه. الاجواء تكون غدا او درجات الحراره تكون غدا اعلى بقليل من معدلاتها المعتاده مثل هذا الوقت من العام. هذه درجه الحراره في العاصمة عمان 5 درجات مئوية، أما نهار يوم غد فتكون في مدن ومحافظات المملكة على النحو التالي: في إربد 15-6، وفي جرش أيضا عجلون 13-5، وفي المفرق 16 إلى 5 درجات مئوية. في المناطق الوسطى في عمان 12-4، في مادبا 14-5، في البحرميت 21-14، في السلط 12-6، وفي الأزرقاء من 16 إلى 6 درجات مئوية. جنوبا في كل من الكرك والطفيرة 13-5، في الشراح 11 إلى درجتين، في معان 16-4، في خليج العقبة الأجواء لطيفة 24 درجة مئوية في ساعة النهار، والصورة 14 درجة مئوية. في كل من الرويشد والأزرق 19 درجة مئوية في ساعة النهار، تنخفض ليلا في الرويشد إلى 6 درجات وفي الأزرق 8 درجات، في حين تكون في الصفاوي من 18 إلى 7 درجات مئوية. قبل الختام توصية هامة للإخوة المزارعين من مخاطر تشكل الصقيع هذه الليلة في بعض المساحات الزراعية المنتشرة في مناطق البادية والسهول الشرقية وجبال الشراء. هذا ما كان لكم لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى لحظة. دمتم بخير، إلى اللقاء.